مرحبا بك في جوتن، حيث نساعدك لتتعلم فن إبداع تصاميم رائعة لجدران عصرية فخمة باستخدام التشكيلة الجديدة من دهانات تصميمات ليدي من جوتن. يوضح لك هذا البرنامج التعليمي كيفية تنفيذ تصميم حرفة الزمن من مجموعة أثري باستخدام رومانو من تصميمات ليدي روم 1051 وديزرت ساند 1037 وغليز من تصميمات ليدي. لتنفيذ هذا التصميم سوف تحتاج إلى رولة وكشاطة وملاسة معدنية ورولة إسفنجية وقطعة قماش قطنية. بعد تجهيز الجدار ادهن طبقة خفيفة جداً من رومانو ديزرت ساند 1037 باستخدام ملاسة معدنية وانتظر حتى يجف الدهان. باستخدام الكشاطة ادهن وجه علوي من رومانو ديزرت ساند 1037 ووجه آخر من رومانو روم 1051 بشكل عشوائي وعلى شكل خطوط أفقية الخط تلو الآخر. قبل أن يجف الدهان استخدم الرولة الإسفنجية لتكوين ملمس أفقي وقم بمزج حواف الخطين الملونين وانتظر حتى يجف الدهان. استخدم الملاسة واضغط بلطف وبشكل أفقي فوق الدهان لتحصل على مظهر الصخور وانتظر حتى يجف الدهان. بعد جفاف الدهان ادهن وجه واحد من جليز باستخدام الرولة. قبل أن يجف الدهان ضع لمساتك الأخيرة باستخدام قطعة القماش لدمج اللون مع المظهر الصخري. لقد قمت للتو بتنفيذ تصميم حرفة الزمن المثالي. شكرا لك لاستخدامك هذا البرنامج التعليمي من جوتن، حيث نساعدك لتتقن فن تنفيذ تصاميم متألقة مع الأولى في الدهانات.